جيان فو رئيس مكتب الإعلام لمجلس الدولة الصيني. السيدات والسادة، إن المتأمل للتاريخ الإنساني لا يلقى بحقيقة، لا يلتقي بحقيقة راسخة متأصلة مفادها أن البشر وجدوا ليتعارفوا وليعمروا الأرض ولينشئوا الحضارات، وما عرفت الإنسانية أقدم وأعرق وأعظم من تلك الحضارات، الحضارة التي أنشأها الصينيون على ضفاف نهر النيل الخالد، أو التي أسسها الصينيون خلف سور الصين العظيم. 蒋建国部长、女士们、先生们，大家好。观察人类历史，我们会发现，人类的历史是为了人类的存在，是为了互相了解，是为了在大地上繁衍生息、建立文明。 人类历史上没有比尼罗河畔的埃及文明和长城脚下的中华文明更加古老和伟大的文明。 تعتبر الحضارة الصينية من أقدم وأعرق الحضارات، وذلك ليس في آسيا وحدها ولكن في حضارات العالم أجمع. وليس هناك أنسب من قول فولتير ووصفه لتلك الحضارة حين قال: لقد دامت هذه الإمبراطورية 4000 عام دون أن يطرأ عليها تغيير يذكر في القوانين أو العادات أو اللغة أو في أزياء أهلها، وإن نظام هذه الإمبراطورية لهو في الحق خير ما شاهده العالم من نظم. 中华文明是世界上最古老文明之一，不仅是在亚洲，在世界文明范围内也是如此。伏尔泰曾经最恰当地描述这一文明，他说：“中华文明延续4000年以来，法律、习俗、语言、服饰都没有发生重大变化，可见中华文明的制度的确是世界上最好的制度。” لقد أطلق القدماء على الصين جنة المؤرخين، ذلك إنها ظلت مئات وآلافا من السنين ذات يعني زادا للمؤرخين الرسميين ليسجلوا كل ما يقع فيها. ويضم التاريخ الصيني أسماء مضيئة لعظماء في شتى المجالات مثل الفلاسفة لوديزا الذي كان يعرف حكمة الصمت، وكونفوشيوس التي كانت فلسفته قائمة على القيم الأخلاقية الشخصية السامية. 古人把中国称为历史学家的天堂，因为中国历来有官方史学家记载着数千年的历史，在不同领域，中国的历史上闪烁着伟人的名字，比如具有沉默的智慧的老子，以及崇尚个人道德价值的孔子等。 لقد حفل التاريخ بوشائج التعاون والصداقة والاحترام المتميز والمتبادل بين الحضارتين، الحضارة المصرية والحضارة الصينية، في مدمونهما الثقافي والإنساني، وظل كذلك في تعاقب وتتابع. وليشهد إعلان قيام جمهورية الصين الشعبية أن أوائل المعترفين بها في المجتمع الدولي كانت مصر. ولقد ظل التعاون والعمل معا في كافة المجالات هو الملمح الأبرز للعلاقات بين البلدين على مر السنين، على مر 60 عاما المنصرمة. 埃中两个文明之间的历史是两个文明间文化、人文互相合作、友好、尊重的历史。中华人民共和国成立后，埃及是国际社会最早承认新中国的国家之一，在各领域开展合作和共同行动是60年来埃中关系的最大特色。 وتتطور العلاقات المصرية الصينية بصورة كبيرة في ظل امتلاك البلدين أرضية مشتركة وخلفية ثقافية متقاربة، إضافة لوجود دوافع لدى الحكومتين على ضرورة تعميق المصالح المتبادلة. فالجانب الصيني يعتبر مصر بمثابة بوابة لإفريقيا، والجانب المصري يعتبر الصين نموذجا فريدا في التنمية الاقتصادية. 埃中关系取得巨大进展，是因为他们有着共同的合作基础和相近的文化背景。两国政府都有着加深互利交流的深切愿望。中方将埃及看作非洲的门户，而埃方将中国视为经济发展的独特典范。ويعد التعاون الإعلامي بين البلدين إحدى الروافد التي تثري علاقاتهما، وذلك نظرا للدور الفاعل والمكانة المتميزة التي يحظى بها الإعلام في كلا البلدين. ومثلما كانت مصر هي الدولة العربية والإفريقية الأولى التي أسرعت بالاعتراف بالصين ومن ثم بإقامة العلاقات الدبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية،
فقد كان لها السبق أيضا في تأسيس العلاقات المتميزة في المجال الإعلامي، فكانت مصر أول دولة عربية وأفريقية تفتتح لها مكتبا إعلاميا بسفاراتها في الصين في بكين، كما كانت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية هي أول وكالة أنباء عربية وأفريقية تفتتح مكتبا لها في الصين.